بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا، حضورنا الكريم، جمهورنا المميز، منذ لحظات أعلنت اللجنة عن انطلاقة شوطنا بنقول التاسع الذي خصص لي الإبكار. نتمنى إن شاء الله التوفيق، نتمنى الناموس للأخوة المشاركين والحاضرين في هذه الجولة الجميلة مع انطلاقات سن الحقاقة. نتمنى إن شاء الله التوفيق، نتمنى الناموس لجميع الأخوة المشاركين والحاضرين في هذا الانطلاق الذهاب إلى صدارة الشوط والمركز الأول. هناك شعار من على مقدمة الشوط مستمعينا الأعزاء، دمعة لراشد بن حمد بن علي الاكتبي، النقلة على المركز الثاني سلام محمد بن خليفة بن قحيد، والغزيلة تأتي ثالثا لخليفة بن سعيد بن عبيد الحميري. وفي المركز الرابع، اللي في المركز الرابع هناك من الجانب الثاني الشاهينية في رابع المراكز، ولا حظ لمحمد بن خليفة بن قحيد. وخامس المراكز بنقول براقة مانع محمد بن قضيب العليلي. هكذا أيها الأخوة كانت نتيجتنا، حضورنا الكريم، جمهورنا المميز، هكذا كان الوصف التفصيلي لهذه المراكز وهذه الأسامي الحاضرة هنا في هذا الانطلاق. ما شاء الله يا شواهين، ولا دمعة راشد بن حمد بن علي الاكتبي من تسيطر على المركز الأول، بينما الغزيلة للسيد الغزيلة هناك من الجانب الثاني مع خليفة بن سعيد بن عبيد بن خليفة الحميري. وفي المركز الثالث ما شاء الله تبارك الرحمن حظ أيضا تأتي، وهنا أيضا سلام لمحمد بن خليفة بن حيد المهيري. وفي المركز الخامس، اللي في المركز الخامس من تأتي في هذه اللحظات لؤلؤ علي بن عبد الله بن علي بن واس. هكذا مستمعينا الأعزاء كانت نتيجتنا للمراكز، ذعناها عليكم بالهو التمام. ودمعة مسيطرة راشد بن حمد بن علي الاكتبي من يقدم دمعة على صدارة هذا الشوط وعنوان. يا سلام، النقلة على الغزيلة لخليفة بن سعيد بن عبيد الحميري سلام. ثالثا ورابعا تأتي حظ محمد بن خليفة بن قحيد. خامس المراكز، اللي في المركز الخامس الشاهينية مانع بن يمع بن سعيد الغويس. هكذا كانت النتيجة حضورنا الكريم في ردائنا للمراكز، ذعناها عليكم بالفو التمام. ما شاء الله يا دمعة، الغزيلة بدأت تغير سلام، وحظ أيضا بدأ يأخذ النصيب الأسد في الموقع. هكذا أيها الأخوة كانت النتيجة مستمعينا الأعزاء، حضورنا الكريم، جمهورنا المميز، هكذا كان الوصف التفصيلي للمراكز، ذعناها عليكم كاملة مكملة. الغزيلة خليفة بن سعيد بن عبيد الحميري سلام، وحظ من هناك الجانب الثاني لمحمد بن خليفة بن قحيد. وفي المركز الثالث، اللي في المركز الثالث أيها الأخوة من تأتي ندائنا الأول شاري مانع بن إمام بن سعيد الغويص، وهنا براقة مانع بن محمد بن قضيب. هكذا كانت النتيجة أيها الأخوة للمراكز، ذعناها عليكم بالهو التمام. يا سلام يا الغويص، يا سلام يا الغويص مع الشاهنية مانع بن إمام بن سعيد الغويص. يا سلام يا أهالي رأس الخيمة، أهالي رأس الخيمة جلفار عنوان هذه الشعارات الجميلة. ولكن براقة مانع بن محمد بن قضيب العليلي أيضا حاضر مع براقة متألقا مع هذا الشعار الجميل. الله الله، يا سلام، لمن الشوط لمن الناموس لمن الانتصار. يا سلام يا بن قضيب والغويص والمئتين متر الأخيرة التي تفصلنا عن خط النهاية وعن هذه الجولة التاسعة مع الإبكار. نتمنى إن شاء الله التوفيق والناموس. سلام يا بن قضيب مانع بن محمد بن قضيب العليلي، وسلام عليكم يا المشر. في المركز الثاني للسيد مانع بن يمع بن سعيد الغويس، المركز الثالث لأحمد بن راشد الغويس، المركز الرابع لسعيد خليفة بن سعيد بن عبيد الحميري، المركز الخامس محمد خليفة حيد. 4 دقائق التوقيت الزمني، و41 ثانية 9 جزام الثانية. تهانينا والناموس.